السلام عليكم ورحمة الله. إذا نتابع إن شاء الله تصحيح الامتحان الوطني الدورة العادية 2019 بي سي. إذا احنا في التمرين الثاني اللي فيه الموجات إن شاء الله، الميكانيكية ثم الفيزياء النووية. دونك التمرين الثاني فيه جزئان، الأول والثاني دونك مستقلان. إذا نقوم إن شاء الله بتصحيح الجزئان في نفس الوقت. إذا نبدأ بالجزء الأول، دونك انتشار موجة ميكانيكية. دونك لدراسة انتشار الموجات، انتشار الموجات الميكانيكية على سطح الماء، نستعمل حوض الموجات. حوض الموجات يهدف هذا الجزء من التمرين إلى تحديد بعض المقادير المميزة لموجة ميكانيكية نحدث بواسطة هزاز في نقطة S من السطح الحر للماء. موجة متوالية جيبية، جيبية، موجة متوالية جيبية ترددها N يساوي 20 هرتز. يعني 20 هرتز كمعطيات. تنتشر هذه الموجة عند اللحظة T إيكالا 0 انطلاقا من النقطة S دون خمود ودون انعكاس. يمثل الشكل جانبا مقطعا في مستوى رأسي لجزء من سطح الماء عند لحظة تاريخها T1. لحظة تاريخها T1 هنايا قدمت التي توافق مقدما في الموجة. إذا هنا نمشيو للأسئلة. أسئلة: هل الموجة المنتشرة على سطح الماء طولية أم مستعرضة؟ علل جوابك. من طبيعة الحال مستعرضة، لأن اتجاه التشويه عمودي على اتجاه الانتشار. دونك هذا السؤال عادي، ما كاينش مشكل بالنسبة لأغلب التلاميذ. سؤال ثاني: حدد طول الموجة لامدا للموجة المدروسة. طبيعة الحال حدد مبيانيا، هما عاطينك هنايا دونك لامدا هي المسافة الفاصلة بين النقطتين المتتاليتين على توافق في الطول. لامدا كتساوي 1.5 سنتيمتر. سؤال ثلاثة: استنتج سرعة الانتشار في للموجة. إذا بالنسبة لسرعة انتشار في، دونك نستعمل العلاقة الرياضية، في كتساوي المسافة على المدة الزمنية المقطوعة. إذا هنا المسافة هنا يعني بمعنى الموجة دورية وجيبية، دونك غادي ندير تساوي طول الموجة على الدور تي، ولا طول الموجة في تردد ان، لأن الدور تي يساوي 1 على ان. إذا بالنسبة لطول الموجة لامدا هي 1.5 نضربها في 10 أس ناقص 2 باش نحولها للمتر. وبالنسبة للتردد ان كيساوي 20 هرتز. بالنسبة للتطبيق العددي تنشوفوه في التصحيح. دونك دابا كنتكلمو فقط. دونك إذا السؤال رقم 4 ساهل حتى هو: تمثل نقطة ام التي توجد على مسافة دي تساوي اس ام. اس ام لاحظوا معايا، اس ام بالنسبة للنقطة اس مقدمة الموجة للنقطة عند اللحظة تي واحد. إذا هذيك بطبيعة الحال هذه مقدمة الموجة، ألا وهذه مؤخرة الموجة، وهنا هذيك نسميوها ديرو. عبر عن التأخر الزمني طول حركة النقطة ان بالنسبة للنقطة اس بدلالة الدور تي للموجة، واحسب تي. نورمالمون هنا عندي الطول، التأخر الزمني طول، عندنا العلاقة ديال التأخر الزمني طول. الطرق باش نحدو التأخر الزمني طول، إما كنوجدوه مبيانيا مباشرة، وإما كنحسبوه تي اثنان ناقص تي واحد، مثلا تي ام ناقص تي اس، ولكن كلينا نستعملوا العلاقه الرياضيه. دونك الطو كتساوي اس ام على في. دونك التاخر الزمني بين ام و اس هي المسافه اس ام على السرعه في. ولكن هنا دونك هنا عندي احسب الطو، عبر عن التاخر الزمني الطو بدلاله الدور تي. اذا كنعرفوا هنايا، لاحظوا معايا باش يمكن ليا نحدد الطو بدلاله الدور تي. دونك غادي كنعرف بان العلاقه ديال السرعه في، دونك هنا عندي هي لامدا على الدور تي، وكذلك ان في كتساوي دونك بدلاله التاخر الزمني هي الاس ام. دونك هنا المسافه بين اس و ام على الطو، ونبرهنوا عليها وغادي نوجدوها بدلاله الطو. وفي الاخير غنلقاو بان عندي هنا عندنا الطو كتساوي 2 فوا تي. علاش؟ لان هنا لاحظتوا الطو هو المده الزمنيه الفاصله بين اس و ام، وهنا المده الزمنيه الفاصله بين اس و ام. هنا لاحظتوا عندي بحال قلتي جوج ديال الادوار. الا شفنا المسافه، الا خدنا المسافه
كنلقاو ان عندي جوج ديال لامدا، مسافه اس ام كتساوي جوج ديال لامدا، وان كل لامدا توافق دور تي، دور تي. اذا هنايا نورمالمون يعني غادي نلقاو ان عندي هنايا المده الزمنيه طو كتساوي لي 2 في دور تي بعد البرهان. اذا هنا ننتقل الى التصحيح. دونك هنا اذا الموج كما قلنا هنا، لاحظوا معايا الموجه المنتشره على سطح الماء المستعرضه لان اتجاه، دونك ما كاينش مشكل. ثانيا لامدا كتساوي 1.5 سنتيمتر، ما كاينش مشكل. هذه لامدا استنتاج سرعه، السرعه في في كتساوي كما قلنا لامدا على تي ولا لامدا فوا ان. وغنديروا تطبيق عددي الرد البال هنايا بالنسبه للتحويل فقط. دونك انا خصني 1.5 سنتيمتر الا بغينا نحول الماء تقدر في 10 اس ناقص. رابعا تعبير يعني التاخر الزمني الطو بدلاله الدور تي ثم حساب القيمه ديالو. اذا هنايا باش بغينا بغيتي تبينها، بغيتي دوك هنا راه هنايا عندي دور كل لامدا توافق دور تي، وبالتالي الطو تساوي 2 تي. هنا عندي في تساوي اس ام على الطو، وعندي في هنا تساوي لامدا على تي. اذا اس ام على الطو تساوي لامدا على تي، الا لاحظتوا هنايا الى اخره. اذا هنا غادي نختزل، الى لاحظتوا هنايا غادي عندي هنايا اس ام راه هي لامدا جوج لامدا، اذا غنختزلوا بلامدا نحصلوا واحد على تي تساوي جوج على الطو، يعني انا الطو تساوي جوج فوا تي. اذا سنحصل على الطو تساوي جوج تي، ونقوم بالتطبيق العددي. اذا الطو تساوي 0.1 سكوند. اذا نعود الى الجزء الثاني ونقوم بتصحيحه. دونك في الفيزياء النوويه، اذا نمشيو للفيزياء النوويه الجزء الثاني. ينتج دونك دراسه تفتت نواه الرادون 222، ينتج عن ينتج غاز الرادون المتواجد في الغلاف الجوي عن التفتتات المتتاليه للاورانيوم الذي تحتوي عليه صخور جرانيت للرادون ذي الرمز اخ ان عده نظائر، منها النظير 222 لاشعاع النشاط. يهدف هذا الجزء الى دراسه تفتت نووي لهذا النظير هو الرادون. عندنا معطيات، عندنا عطاونا تي ان 2000 عمر النصف، وعطاونا جدول بعض القيم لطاقة الربط بالنسبة للنوية على كسي ولا اي. دونك طاقة الربط بالنسبة للنوية كتساوي طاقة الربط على ا. نقطة مهمة جدا، ماشي طاقة الربط، ما عطاوناش طاقة الربط في المعطيات، عطاونا طاقة الربط بالنسبة للنوية. اذا هنا خصني نرد البال هنا، طاقة الربط بالنسبة للنوية هي اللي كنا كنقارنوا بها استقرار النواة، اللي عنده أكثر طاقة الربط بالنسبة للنوية هو اللي أكثر استقرار. إذا هنا نبدأ بالسؤال الأول بين نواتين الـ RN والـ PO. عندنا الـ RN وعندنا الـ PO، هاد جوج ديال النواتين، ما هي النواة الأكثر استقرارا؟ علي الجواب. إذا كما قلت عطاونا مباشرة طاقة الربط بالنسبة للنوية، إذا مباشرة غنقارن شكون اللي عنده أكبر، 7.69 هنا 7.73. إذا طاقة الربط بالنسبة للنوية للرادون كبر من البي أو ولا البولونيوم، كبر من طاقة الربط بالنسبة للنوية بالنسبة للبولونيوم، وبالتالي بالتالي إذا هنا الرادون أكثر، نواة الرادون أكثر استقرارا من نواة البولونيوم. ثانيا بين ان طاقة الربط لنوية لنواة الهيليوم هي، اذا هنايا عندي نورمالمون اللي بغيت نحسب طاقة الربط، دونك ندير العلاقة ديال طاقة الربط عادي زاد فوا الكتلة ديال البروتون زائد ان فوا الكتلة ديال النيوترون على ناقص الكتلة ديال النواة. دونك يمكن نستعمل هذه العلاقة، ولكن انا ما عنديش هذه المعطيات، يعني ما عطاوناش لا الكتلة ديال النيوترون لا الكتلة ديال البروتون الى اخره، وبالتالي يمكن لي نفكر في طريقه اخرى. واحسن طريقه غنفكر فيها، هنا عندي الهيليوم وعندي طاقه الربط بالنسبه للنويه، وكنعرف ان طاقه الربط كتساوي لي طاقه الربط، طاقه الربط بالنسبه للنويه كتساوي لي طاقه الربط على ا. اذا طاقه الربط كتساوي طاقه الربط بالنسبه للنويه ونضربوها في ا، هذه هي الطريقه، ونحصل على طاقه الربط الى اخره عادي بالنسبه للهيليوم. السؤال رقم 3، تكتب معادلة التحول النووي للرادون كما يلي. دونك عندي هذه معادلة التحول، اكتب الجواب الصحيح بالاقتراح التالي: الطاقة المحررة أثناء تفتت نواة واحدة من الرادون.
بالنسبه للطاقه المحرره، بالنسبه شفتو نواه واحده يعني ديال هاد التفاعل ديال التحول ديال الرادون. دونك انا بالنسبه للطاقه المحرره عندي واحد مجموعه ديال الطرق باش يمكن ليا نحسب الطاقه المحرره دونك حسب المعطيات اللي عندي. دونك هنا عندي بالنسبه للمعطيات نورمالمون اول طريقه يمكن نفكر فيها هي الكتله. انا ما عطاونيش الكتل ديال هاد النواه دونك ما يمكنش نستعمل هاد الطريقه. الطريقه الثانيه طاقات الربط، دونك طاقات الربط. والطريقه الثالثه هي مخطط الطاقه. مخطط الطاقه ما عندناش هنايا حتى هو ما عطيناش لينا. دونك غادي دونك هنا طاقات مباشره طاقات النواه، طريقه ديال طاقات النواه في المعطيات هما ما عطاوهمش لينا. اذا عطاونا طاقات الربط بالنسبه للنوويه. اذا هنا غنستعمل العلاقه او الطريقه ديال حساب الطاقه المحرره انطلاقا من المعطيات اللي كيكونوا عاطينا فيهم طاقات الربط. اذا بما ان عطاونا في المعطيات هنا الجدول طاقه الربط بالنسبه للنوويه، دونك ممكن نضربوا كل وحده نضربوها في ا ديالها، هذه في 4 هذه 222 218 غنحصلوا على طاقه الربط ديال كل وحده. من بعد فاش نحسبوا طاقه الربط ديال كل وحده من هادو، دونك هنا اول حاجه اما كنمشي بجوج ديال الطرق، اما كندير الطاقه المحرره مباشره لان الطاقه المحرره كتساوي القيمه المطلقه ديال تغير الطاقه، وبالتالي هنا يمكن لي نحسب تغير الطاقه هي الاول، او يمكن نحسب مباشره الطاقه المحرره. دونك هنا نورمالمون ندير الطاقه تغير الطاقه كتساوي ليا، دونك الا كانوا عاطيني في المعطيات طاقه الربط كندير طاقه الربط للرادون ديال المتفاعلات ناقص مجموع طاقه الربط ديال النواتج، دونك غتعطيني دلتا او وعاد الطاقه المحرره غندير القيمه المطلقه. او نمشي مباشره دونك الطاقه المحرره غندير مجموع طاقات الربط ديال النواتج ناقص مجموع طاقه الربط ديال المتفاعلات مباشره، وندير لا قيمه مطلقه لو. اذا هذا الامر عطيت كاع الحالات الممكنه. اذا بالنسبه ليا هنا راه كما قلنا، اذا نمشي ندير مجموع طاقه الربط ديال النواتج ناقص مجموع طاقه الربط ديال المتفاعلات، وبالتالي غنحصل بلا ما ندير القيمه المطلقه ونحصل على الجواب ما كاينش مشكل. وغنلقى جواب من هذا. نمشيو للسؤال رقم 4. نعتبر عينه من نواه الرادون 222 نشاطها الاشعاعي ا 0 عند اللحظه تي تساوي 0، اوجد بالوحده جوغ اللحظه تي 1 التي اخذ فيها النشاط الاشعاعي العينه قيمه ا 1 تساوي ا 0 سيغ 4. دونك هنايا عندي في المعطيات عاطيني ا، ماشي نشاط العينه ا هو ا ماشي كيتسمى نشاط عينه، وباغي نحسب اللحظه تي. اذا غنستعمل قانون التناقص الاشعاعي اللي هو ا كيساوي ا 0 في الاكسبونونسيال ديال ناقص لامدا تي. اذا وغادي ندخل الان غادي نعوض ا ب ا 0 سيغ 4 وغادي نختزل وغندخل الان وغنجبد تي واحد بكل سهوله، ما كاينش ما غيكونش عندك حتى شي مشكل الى اخره. ستحصل على تي واحد كتساوي الان ديال ا 0 على ا، دونك غادي تختزل ب ا 0 الكل على لامدا. بالنسبه للامدا راه عطينكم تما تي ان دومي، لامدا كتساوي الان ديال جوج على تي ان دومي. اذا نرجعوا دابا باش نشوفوا التصحيح. اذا هنايا اولا تحديد، اذا هنا النواه الاكثر استقرارا كما قلت، النواه الاكثر استقرارا هي البولونيوم 218 لان لها اكبر طاقه الربط بالنسبه للنووي. لان هذا هضرت عليه. ثانيا نبين ان طاقه الربط لنواه الهيليوم هي، اذا كما قلنا كنعرف ان طاقه الربط بالنسبه للنووي تساوي طاقه الربط طاقه الربط على ا. إذا هنا عندي طاقة الربط بالنسبة للهيليوم على أ هي 7.07، إذا طاقة الربط كتساوي 7.07 في أ. إذا غنحصلو على تطبيق عددي 28.28 ميف ولا ميجا إلكترون فولت. إذا السؤال رقم 3، الطاقة المحررة كما قلت، دونك في المعطيات عطاوني طاقة الربط بالنسبة للنووية، غنضرب كل واحدة في أ باش نحصل على طاقة الربط. إذا وبعد ذلك دونك الطاقه المحرره كتساوي مجموع طاقات الربط للنواتج ناقص طاقه الربط للمتفاعلات، ولكن ما نديرش القيمه المطلقه لها. القيمه المطلقه ديرها الا درتي حسبتي تغير دلتا او، سيبي دلتا او ودرتي دلتا او كتساوي لك طاقه الربط ديال المتفاعلات ناقص طاقه الربط ديال النواتج، غتلقاها سالبه غدير لها القيمه المطلقه. اذا ستحصل على 6.24 ماذا. اخر سؤال هو كما قلت حساب تي واحد. اذا هنا عندي نعلم ان ا كتساوي ا 0 في الاكسبونونسيال ديال ناقص لامدا.
إذا أنا عند هنا تي واحد، إذا نسينا عندي أ واحد، نعلم أن أ واحد هي أ زيرو سير كات، دونك غادي نعوض، دونك غنختزل بأ زيرو يبقى عندي واحد على ربعة تساوي، ندخل الألان، إذا غنحصلو على ناقص ألان ديال ربعة تساوي ناقص لامدا تي واحد، إذا تي واحد تساوي الألان ديال ربعة على لامدا، لامدا هي الألان ديال جوج على تي أن دومي، دونك هادي علاقة استناقة لها. صافي، واذا واحد على لامدا كتساوي تي ان دومي على الالان ديال جوج. كيف دونك باش نعوض، باش يمكن لنا نعوض تما مباشره، اذا ومنه تي واحد كتساوي دونك تي واحد في الالان ديال ربعه على الالان ديال جوج، اذا تي واحد تساوي جوج تي ان دومي، اذا تي واحد تساوي جوج في 3.8 تساوي 7.6 جوغ على الاخر. إذا هنايا بقينا بقات بالجوغ لأن تي أن دومي بالجوغ، داكشي علاش. إذا هذا بالنسبة للتصحيح ديال الموجات والفيزياء النووية. إذا نكونوا قد أنهينا هذين الجزئين، إذا نتوقف.